بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك ما أنت وحكسها بسيسية التصبيح، وحانا ندورتي بشان رمضان ما دام اللي قتشره هي عالم الإسلام ما أنت وحكا صعدة دراد ديدنا. إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحكوت المام يقول نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نف لما انتهت قريبا يدد من بإلهي سبحانه وتعالى ونلشان إنو كترنو هدي قرار لي هدي معانتي هدي أدكتي هدي فضود هاي هدي دب كولا موغتي هدي دل دل كولا موغتبا إلهي وحلي قيرا كدام بيسا. وحانا ندكو يتحامي يا با إلهي لي بالشر والخير، شرك إيا خير كاللبضة بوايد كوي تحامي يا بالا لي سبحانه وتعالى. خير والغوي تحامي ونمعية برارة الغوي تحامي سيدي نبي سليمان بالغوي تحامي وهو لبا امتحان دقار كود إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وتلمامي إلا ود البضي متكوين امتحان كوين إنا اللي قليه وإلهي سبحانه وتعالى قال يوك قول استدبتنا نعم العبد إنه أواب لك سفي نبي امتحان بالغوغو اتحامي سيدان بيك لو بدن قرآن كإلهي كغور رمي قار لدلي قار بكوضي قار لحدي قار لعيمدي قار دلك لغا ساري قار دبل قردي مشاكل ودن بإلهي كغور رمي. هذا مشكلات كان يتصبيح ذا عنوانك كردك تيب حكا دحايا وحكا دحايا إنسانك سيدي سبا لبتا إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن قال لنا فرين ندادال له لكن مركا ندادال كان لن نمادنه وحال لنا فرين إنه إلهي تلصارنه. وحكا لو انتا كدام بيسا قفكو وحو مسؤول كي انتا ووديسا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هدنا أدقو أن مسؤولية بقبن أياد عرق ميواي مركا داركتو مسلم عنا الله هيو يددنا مسلمين لبابيي دمري عرور لترتري داد قواردين لدول مريي قار ديورد لغو قراعي قار كاريا لدول بوتسيي قار نابال لغردي وحكست مركا داركتو نفتو ضيقت بيدري مسايا عديد هذي مسلمين ما ينون خوكو حرسانتي قفكو ينو سايكولا چكالو دي بودانا وارد دي بابكا كمي ده. لكن إلهي سبحانه وتعالى ترياقي الدوي نغسيي ليسكو دويه دكا سايم بدنه هلمامه. إلهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ركي لبيني يا ربي جي وحلاج شهاجي أي سجى لغو جس جساي أدي بودن لو جيستي. إلهي سبحانه وتعالى وحو سودة شيء دو قرآنك كت الله قصص قرآنك كي يعلن إلهي وين أقوى والرمي ويجون نفس الدواء ترياقي لغو الدوين ايي عديري قاية لبتاسيا
إلهي نبي الله محمد حوت المامي فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. هذا حق الشيخ بال ليدي أنك كاكف لم كون ديل ديلي كو إلهي غيرك عابد يدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحوت المامي sagu intii saarayd markii la yiri sheeg waxa kale loo tilmaamay dib kale u dareemaya hadana inay jirto walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk ba ilahay waxaanu ognahay ba ilahay in laabtu ku ciriiriyo mayso wasanay laabtu u ciriiriyoobin iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhaweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowey intuu ku daba galo halkaad istaagtaba yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nebi maxamed adeerkii rumaa daba socday abiilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegayay waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo wax la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay ya ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan tufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciya inuu ninkani waalan yahay ama wax sixro dammaad waynu garanayna inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi xoogaa waaliya ku haysa aan ku daweeyo riixdan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemayay calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahy dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabbu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baaqicu nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysaa inay rumayn waayeen alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daa wuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى التصبيح سال إلى أدقوا كل هيا أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدعو إله يعب يحمى كد رين يبال إليه سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنط من وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمد قنا وعكس هذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سوانكسنا دقم حديثه waad ku ammaanto huwathanaa idan waa nafi iyo ihbaat wada socda wa salbi iyo ijaab waa ilaahay subxaana wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaaggana aad u nisbayso oo aad kaa ku wardidabaa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haystaa laab cidhiidhiga wa kun min asaajidiin فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوي للصبر وحي كوها الله يأكو صبر وصبح بحمد ربك نه إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كوبر أي نبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس هي التسبيح دون أي ولا الصعداء في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى با إلهي إليه سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كمرا يا إلهي حمدك قرمان الله منسى قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وأناء الليل وأول النهار وآخره أنت بتصبح لك علي بالي واقو أنت أنو بريين تصبح سوء
قبل كوينتان ودعين تصبيح سو هبين كبرتان كيسا تصبيح سو مالنتا لبدأ إذا دعال تصبيح سو تصبيح ذا إيا حمدك هداد ودبا إلهي إليه سبحانه وتعالى محاد قاريسة لعلك ترضى أي كي ترضى مفسرين تبرد بها لكم كفسرة صلوات كان لوجه ذا لكن علماء وحيدة والصلاة هي التصبيح صلاة دلفت ذا تصبيحة في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كتل المام يصبح ذا نوحي مفسرين تذكر رعسيين إن ايتهاي محي صلاة دي أمسه دي صلاة دوحيا به وقوين اللقبطا يقفك مصلق وسميا وتصبيح التحميد ونبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم نكي صلاة كل حد لي دبيتنا صحابة وماكتي عمر كي دم النبي قوي يرى وحبر يجو حكويه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولذلك في علماء واحد أن تضبط ما يلود الصلاة كم دال التسبيح صلاة صلاة افتتاح وتسبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبار يعني استفتاح الغصم هي صلاة وتكبيرا وتسبيح إله سبحانه وتعالى لولي ما ده ركوع هي السجود ندوى تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إم سنع التصبيح صار ري مركا للركوع سين مركا للركوع سين كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر يعني إم سنع بصار ري ركوع يسجود ينوى تصبيح يتحميد هذا القرآن أخرده وآية تصبيح سوامرتنا ولا تصبيح صدا انت تسلادك وجرت قف كان فاتحة قرانا إنما حصمين ياسنا تصبيح ساليدي مكان الفاتحة ينوى تصبيح مركة سلادة أدبار سجودنا أما مركة سلادة كبحضنا إينا تصبيح ساليدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان لنا مركز صلاة كبحنا أنت صاح هذا أنت هذا بدرنا وتحميد وحمد له فاتح هذا اللقب إلى أبا الحمد يا ركوع ده حمد الله صعته سمع الله لمن حمده حمد له سجود حمد الله صعته أنت كلنا وتحميد يعني صلاة ده وسبحان الله وبحمده فعله ولذلك بأن نبي إلهي سبحانه وتعالى وحوط المامية وحعليلها استوحك قب حيائنا يتحي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينا وقور رمية نبي أن بيد إلهي كمده وعليلي قلي مال أذك دعي وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دين كلون لقي وعلال كلون كسيشرة انتو بدقر قومي داد بياه ومسكن حصبين سوالي رجات غبطايه كلون علوشي كتيرة أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ميشا محاك عديدي بضن محاك ورور بضن إن أدبط كل عضو وقال لعسك هذا لحين وهدنا نمري كلقه وهذا علول نمري قشو ميشا مدو مركا وقاله إلهي وحلي فنادى في ظلمات مقدية دار نحدود وكان واقعي حكونا واقعي أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعقول واقع لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. إلهي وادي كليل وعابده سبحانك حمك وفنان تاد عبك فغان تاب لي وحط الماما إياه أعماشي سسمية وحن كرت بمين أينان. إلهي مرنا بيسك الظلم منين. إلهي يو لست بظلام للعبيد بولي بل إيه إني كنت من الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد. إلهي وحين أوشاه إنه كبت بادي سببت درادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هديلي أنا كم دهان لهم بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليين قوة تصبيح صدا وحلوقة شهداء في بطن الحوت كوي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليين أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حسي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواسع. هدي أنا كم دهان لهم بإلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكتشري لها هالكاسي إلهي أنت لغا صبحين يا رب إلهي سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة ترياقة أما الدواء النبطة إعليدي قلابة دي عرضة لغا قبحو يعيلك لغا قبحا عموما وإلهي ذكر يمر قهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآن سيت الماما يمرك أسي أذكار تقار كم ده ذكر إلهي سيت الماما إياه ويا تصبيح ده مررك قارك وضعي علماته كفصيران الذكر كله هنا التصبيح ياهي إلهي سبحانه وتعالى وحتى الماما يا مركا سيد داوة ينوت بل إيه عكس جنوة كداوة آدنه مركو حوق يحوله يوح حالنا ينا كبر كوقا هذا كبر كنوة كداوة مركا حال لين النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ونصر جاية بوشة ينمعضة هلينا يده لازم بالوير. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركا دركته إلهي قوشي سوين أي قوتمي هي فرشاد أي قوتمي ودركت ذاتك الدين تسوق لي محي السماء با إلهي لي. فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركا يقول استوي كبران دبتنا واحد هو ما لنتي حرية ده وما لنتي حوق الله صابن ده وما لنتي ضدك ده مسوي ما ده وما لنتي مدح بخطبة ده يسوي مدح ده هذا شهر ده من المحيك وهذا شهر وابول يسني وحوق يسني ويقاس شهر ما لما حرية ده يا ما لما استغلال كي ما لما الله شهر ده آدنه يسقاس شهر إلهي ستاين ما أمرين إلهي وحينا أمري هداد حصيصان مركا الدارين تدني عمده الله سبحانه وتعالى يا تقول يسته يا عدو قال كاردعه إلهي كاريبه يا مبدأه وفافه يا تذكر رأي قال قاتل دينت الله صغله تانا أبا المركي دي شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما انتانا إلهي أمبال الله شيئا ما انت دبت لغو تشيرنا إلهي أمبال الله حصايا الله شيئا ما انت بدادها لغو تشيرنا إلهي أمبال الله حصايا الله شيئا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي أمبال الله حصا سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح وفكم مركز سجود بعيد هذا سبحان الله بديل هذا مركز سجود صوت الله بعيد هذا سبحان ربي الأعلى بعيد هذا نعم كم مركز شفوا دعوك الله دقا. إذن إلهي وحينا تلمام يا سبحانه وتعالى عافمتك آدنه إنه كتر إلهي شيك شيك جيسة يا أمان تيسة إنه كتر عافمتك بن آدم هدي عليل أدلا كولانته عليل وهذا عيل بن آدم كبضي أما هالنغضة مصائب كالوكو هبستي سيداتا ذنوب توكردالتي يا عماشات سميسو سيدا مشكلات كا قدرتها لكولانتين نبي يونس وكاله
أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي بدان قريشي لبدا بوح الليل فصبح بحمد ربك إلهي وتصبح سبحانه وتعالى. أيها الأحبة واحد وقاتها إن نقول نحن والله كون دن وإلهي وتصبح سنية كون دن ودوق كيير يوي هاي تصبح دوق قول خلاف سنة وكآدنة هي جنك سد ردد بإلهي وحلي ويصبح الرعد بحمده أنك كاد مغلس سار إلهي بو تصبح سريا إسقى إلهي كده هي حمد الرب سبحانه وتعالى إلهي وحقرك إن وقت المام وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير إلهي وحين قال ربي النبي داود الشمبره يبور الله تصبح سريا بل قرانك وحين شيء الكائنات كلها إن تصبح سريا وحجوجود من تصبح سريا ألم ترى فليلا يحلي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا سماواتك تضبط يدلك إيا ومن فيهن بايل هيري ويونيفرس كوردن كونك دمانتي وإن من شيء بايل هيري وحبب الشيء مجره إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم لما انتو دي الله بيو تصبيح سنيان ايدنكم بان فهمين سدو تصبيح سنيان بي الله إليه سبحانه وتعالى وهي الهي وحينا وشهد كائن كستابا اما چرك كستابا چرتان كستابا قاب قارو سقو تصبيح سدو الهي ولحرين لي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون يا نظرك إن با إله إلا إيمي أدوغين إن عرك يردلك وحجوغا با إله إيو تصبيح سنيا يشن برحم بالش كلفدين يين رب قدو تصبيح سنيا إلهي باوحوغي كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. إذن أيها الأحبة بل مررك قاركوت أيها إلهي رمقشية كائناتك كلا تصبيح دود وكحديثك بخاري كوية الله ابن مسعود ولي ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل نبي عليه الصلاة والسلام يضل الله فرده يعنى الله عنى يوه أي ابن مسعود حلي عندي أن عني نبى أن مغلي نص سبحان الله غله يضع الله عنا يتسبح سني سيقول لي عنده ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضى أبو حلي حديث كطبراني ورني الشيخ الألباني الصحيح قلت المامي من الحجر العسقلاني ولا الرجال كسر مواثقات إني شاهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة قبان لفدي يبودي نبي عليه الصلاة والسلام وقعنتك وهي يبودي حصى قرورح بقعنت النبي وهي عليه الصلاة والسلام قرورحي قعنت النبي كتشري أي تسبيح سنة يبودي ذاتك ما يشفدي يوحى كم يدبو لي أبي بكر يا عمر يا علي يا عثمان با كم يدبو تلمامي ذاتك ودمي ويمقلي قرورحا ستسبيح سنة يا دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام قرور حي قعنتي سكوتشري لك حنتي يري يريد قعنتي سكوتشرتي أو سبحان الله له أيها أبي بكر وديب أبي بكر مركي اللي وديبين أو تصبيح دي وسعاطي سيدي بيو تصبيح صدي دبتنا أبي بكر نبي وسع لي يضع تصبيح سنس نبي عليه الصلاة والسلام وحودي بهذا عمر عمر رقع عنتي سمركي اللي وديبين وتصبيح سنس أبي ذر روح مركز تات الماما يا لما أنت هنا وتصبيح الأولي ومغلينا يعني تيه راقورا ما هتا إنه مغلينا بوليه مرك أبي بكر كعنتي سكوت تصبيح سري سنة ومغلينا مرك عمر كوت تصبيح سري سنة كعنتي سنة ومغلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام مرك لوسع علي أي عثمان يا علي وديبي لبده بارك عنتي وداي كوت تصبيح صت ثم دفعهن إلينا بودي أنا جا مركي دمننا لوديبي فلم يصبحنا مع أحد منا بودي قل يا هيا جي كلام منا لما يتصبح سنين نبي محمد يا فرتا صحابي وما له علماء بدأ
أهل السنة قاركود بأود دليشة دا مسائل كخلافة دا حديث كان انقصتوه كد ربسي أفرتا صحابي إيا النبي عليه الصلاة والسلام سعب كودة أيو كودة التصبيح صدق إذن مخلوقات كقار بين التصبيح دا مقل كرنا وإلهي مكو دونو ينا مقشي بل أبو هريرة حديث الصحيحين كوية اللي ورين يواك عليه نبي عليه الصلاة والسلام باو حكا ورمي النبي نبي يدا كم دا قرآن شقرينتي ودبتنا أمري بول كي قرآن شد يميشو دنين لقبو وإلهي كو وحيو دي مركاسي ما هل قرآن شاكو قنينتي دبتنا وحدة لأكتب أمم من الأمم تصبح أمم دومم كإلهي كم دا تصبح ساني سميد هلاكت يعني إلا ولا واحدة هل لا واحدة بالله إذا حبيدكو قنينتون ما ديش هذا مدى نوردن أيها الأحبة تصبيح ذا هي تحميدا درادد أي تصبيح ذا تضرب الصورة ذا القرآن كم إذا قل بالعمى صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي أنت بنا وقصار أوره إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر هي الصف لبدأ يضاد وقهر يدوى سكمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكون بلا بمطا سورة صف نكون بلا بمطا سورة الحديد ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيض مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تضب الصورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح لين أقول بالعبيد سلين الدرنسية مهمة دادا شن كمدة نحمد لدى لين أقول بالعبيد الحمد لله رب العالمين يا نعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هي الصبأ هي محي فاطر شنص رضوضة كمدة قرآن كان حمد لله لغب الآبي انت ميلودة كليك صار ارتينا ترمله إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوط المامي التصبيح ذا إيا وين ديد بل إلهي أنبيا دي سوينوغا ورمي قرآن والنبي كمدي إلهي وتلمام يا وظيفة النبوة إن كم تهيب التصبيح يا وحود البدين النبي اللي بعدين لقوا قال ميان إن كم تهين التصبيح صدع واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محود البدين وحاصرد كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحنك أدل بيا بولي هارون نين النبي يقدكته walaalkay haaruun inaad nabi iga dhigto oo igu xoojisid oo arinka ila wadaajisid waayo kaynu sabbihaka kathiira wanadhkuraka kathiira markay kaalmada dalbadeen ee fircoon loo direen ay ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fircauna innahu tagha maxaa fircoon markuu tagay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay fircoon ka xoog badan leh يا عسكري يا عيدان يا وحك استباه استا اتقبا إلى هيري زاد كينو لكن وحويا ولا تنيا في ذكري هكنو بين ونيرا يحسكي سبحان الله وبحمده يا لا إله إلا الله دي يوحي اللمدة كوا هكنو بين با إله إله سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سين صوشيقنا وكاقا ورمي نبي الله موسى إلهي كورمي يا مركي نمعادو عصبونا طيب ربي مركو ويديستي انتو جعلادي انو اركو إله وانكو اركا اللي يري إلهي سبحانه وتعالى وحو يري اكي كرمي سيبال هذا بورتان اي هذا اي بورتو تاقناتو واسورتا قلدنا اينا دي اركتو بورتي بعد الاشي فلما افاق قال سبحانك تبت إليك مركو ميرابي با إلهي سبحانه وتعالى وحقوب بلابي سبحانك تبت إليك إلهي وديك عيب كدير عيب إيحما ديك كدير وقو توبتك نيبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي
ka koowaad ee ku rumeeyay inaan adduunka laguga arki karin. Nabiyullaahi Zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo, ilaahay buu baryey, baryey cajab qabta. Karaamaadkii Maryan markuu arkay ayuu baryey cajab qabta, ilaahay weydiistay: rabbi inii wahana alcazmu minii washtacala raasu shayba walam akun biducaaika rabbi shaqiya. ilaahay buu baryey cajab la baryey. baryaduu baryayaa waa maxay? waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya, laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal. ilaahu aniga madaxu way cadaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso, markii horena caaqir bay ahayd, da'ina waa u raacda, iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa, laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbi ayuu ku tilmaamayaa nebigu. sidaa markuu sheegtay, ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey. ilaah waa aayadii yeel buu yidhi. waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa, laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa, waad xusaysaa. aayaddu waa taas baa la yidhi. qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa thalaathata ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kahiira wasabbix bilcashiyi walibkaar. wasabbix bilcashiyi walibkaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala ciise ka waramaya nabiyullaahi ciisa. dabeetana waxaa la yidhi ciise maadaa yidhi dadka, aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. ilaahay baa u laqinaya, wuxuu odhan lahaa qaala subxaanaka maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi moxamed buu wuxuu waramayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacani wasubxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin. qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu, isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intay raacdayba, wasubxaana allaah wamaa ana min almushrikiin, ku dhawaaq baa la leeyay. ilaahay wuxuu inooga waramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la yidhaha iyaga shaqadoodaba inay tihi wa innaa lanaxnu almusabbixuun. jumla ismiya la adkeeyey, adawaatu tawkiidna laysugu geeyey, ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay kaa tahay. wa innaa lanaxnu almusabbixuun. ilaahayna waa uu furayaa, wuxuu leeyahay yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yaftaruun. iyaguna waa sheegteen, rabbina waa sheegay. rabbina wuxuu leeyahay yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun, kala go'ma leh. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim. ilaahay wuxuu inooga waramayaa jannada dadka la geeyaana iyana shaqadoodu inay kantay. dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. subxaana allaahi wa bixamdi ayaa iyagana shaqadoodaaba ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, haddii qur-aanku sidaa u balballaadhiyey, intaan nusuus ka tegay aanan soo qaadanin ay ka badan tahay intaan sheegay, waayo qor baan sidhowaan qori kari waayo. qur-aanka inta ku soo aroortay tasbiix iyo taxmiid tiro male aad bay u badantay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina farayo goor walba wakhti kastoo aadana uu sheegi karo uun qur-aanka wax ku taalla, iyadoo laleeyahay tasbiixsada subax, habeen, saqa dhexe, waa beri, xidiga, dhacqo, goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada. idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore mutlaqaa bay ka mid tahay subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allaahi alcadiim subxaana allaahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaati siyaqaad u tiro badanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ugu soo aroortay. qaababka loo tasbiixsanaya axaadiista haddaad akhrido nebiga calayhi salaatu wasalaam
جدر الصبح قصار ارتي اما حميد قصار ارتي ادبي وتربدين هينا تلمامي انه عيات كالتصبيح ذا الله لي ما ده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الليل هذا ولذلك بعلماء واحدة صبحة وضحى اما وكا عمر لقاش يقينوا لي لو كنتم مصبحا لا اتممتوا علماء بردبايد هذا الصبح هذا انت بدن تصنع ذا الليل هذا لكن مفسرين بدن باب حي قبان مع تكلم الليل هذا غور ما وقت والبوالة تصبح حالك كستاد كتشفته مركاد يابتا سبحان الله الليل هذا مركاد بكو قبصتا سبحان الله وبحمده الليل هذا مركاد نمعاد هشو اما يكو عصباناتو ايا الليل هذا فرس كاغا مركاد فول اسا الليل هذا اما دابد هذا قارقا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرني نمع عصب مركات الشسيد النبي موسى الله إلى سبحانك مركات دعاء سنة سالة إلى فسبح بحمد ربك واستغفره مركات دم بيقى قرنة سالة إلى هذا قصدي سورة النون كتال أصحاب الجنة قال أوسطهم لم أقل لكم لولا تصبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون إذا حل كستا هذا اللي بكو هاي ستو هذا اللي معكو هاي ستو هذا دي أبنت هاي هذا وح كستو الظروفات ككمدة ولا تصبح صدا تصبح دا سمرحات كقوصة نسانة كوين الدم بدافشو نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهضة مالين بغلتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنب قسال الله دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حارك بده وقاله هدهي لمي موجد بده هدهي لكتهي والله دافا ذو النبي عليه الصلاة والسلام dambigaa ka lagu dhaafaya wixii shida iyo dhib ku haysta lagaaga dhaafaya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun wixii cudiri laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin بل علماء وحيلين انشراح السدر قود البضي نبي موسى وحيل أهدان وثمرة التصبيح والتصبيح الصبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ما قسودي كي نصبحك كثيرا تو وإلا ويطهي بين هذا سيدا وقيت ما دام إنه بالعبادة كترنه عاوني تهيها بين كي نرجيني إني أرجى ليلة في لو رجينينا الليلة القدر تهي هبين وردي الذكري يا إلهي حسكي أي تهي قفك مسلم كيو بتصدق أدونك إنه ما أنت كله نحينا عبسي يدب إيا مشكلة دي كتاغنتي أفر تيدا دعالبنا مسلم أوي إيا مد سكرا هذا إيا مد المين إيا مد لنت إيا مد لسيسي دا وكم وغضا ولبا إنتي أهل حق الشيغان يسيو بضم يا أهل السنة والجماعة أيوة بدنت أنت ما أنت عالم كل كديدي إن كوي هيستيبا كديدي حكام طواها إن كوي قاليد با كديدي إن أهل بدع قالوا صار راعي با كديدي اسكوا ضد روحا سوك كديدي نو دوني دا تاغن يهي إدي وحسكر دعين كريساوا اسكر دعين انت كلا وحي كبكسون ولابتو دا الهي كشافر يا سبحانه وتعالى انا تلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهينا قرات وحي نقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا تبد ميلود بقران كغا سوارت كثيرا نون الهي دبوده يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ماها قرا إلهي ما أنتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت الذي يريه أي كثيرا كثيرا دبت الله
وسبحوه بكرة واصيلا بإلهي إلهي, إلهي حسى حس ترب ضمله وسبحوه بكرة واصيلا. سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.